يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مالك يا محيي يا قدير يا عليم يا حكيم يا تواب يا بصير يا واسع يا بديع يا سميع يا كافي يا عالم يا رؤوف يا شاكر يا غفور يا واحد يا غفور يا حليم يا قدير يا باسط يا حي يا قيوم يا عليم يا قدير يا وليم يا كريم يا حميد. بسم الله الرحمن الرحيم سبح الذي في السماوات والارض يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كفروا كما عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبكم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبكم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هذه آيات قرآنية مكتوبة بخط الكوفي وخط الثلث حاجات جميلة آيات جميلة جدا جدا وتوفيق رائعة شوفوا الناس محبوهم في سيدنا حسين جميل تدخل ليه هنا لا يوصل الحريم ليه ربنا الناس بيحبوا جدا 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد من جمال المكان الواحد مش عايز يسيب المكان طبعا المكان فيه اطفال زي ما احنا شايفين وفيه كبار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.